يعني شبابنا حاليا لو احنا عايزين فعلا نشجعه على الدراسات العلمية وعلى البحث العلمي إلى آخره، ماذا نفعل؟ نقول له رأسك برأس أي جعت واحد. عاوز خد عندك فاروق الباز ولا احمد دويل ولا كذا، خد دول كل الناس اللي انت اللي سمعت بيهم دول، وهم زيك طالعين في متربيين في بيت زي بيتكم، واخدين المدارس زي بتاعتكم، متعلمين في الجامعات اللي انتوا فيها، وفي ايدك ان انت تعمل كذا وكذا وكذا، لان اجدادك المصريين القدماء عملوا احسن ما يمكن في العالم. انا مش بقول لك تروح تذاكر عشان تبقى زي فاروق الباز، لا، انا عايزك تبقى احسن من فاروق الباز واحسن من اي حد هناك، انت ممكن جدا تبقى احسن. طب ده جميل جدا طبعا. طيب يعني حضرتك دايما بتتكلم على الابحاث العلميه، وده يعني بنستند اليها. فكره تغير المناخ اللي العالم كله دلوقتي بيتكلم عنها، واللي سببت الحقيقه يعني مآسي في كثير من الدول، كيف تراها؟ كلها سبب الاساسي فيها ان الدول المتقدمه، يعني هم شله اوروبا وامريكا، كانت بتستخدم كل الموارد الطبيعيه بتاع الارض بالعافيه وبدون نظر الى ايه اللي يحصل فيها، وزوديها زياده عن اللزوم، ولهذا السبب المناخ بتاعنا هيتغير وكذا وكذا وكذا. وانا في نظري ده كل ده كويس جدا، ان في يعني خوف ان المناخ هيتغير وده هيعمل كذا، عشان نرجع نبقى نعمل زي ما كان المصريين بيعملوا، نتعامل مع الطبيعه بالهداوه بالقدر، ما نزودش عن اللي موجود، ما نزودش في استخدام الميه قد من اللي موجود في الميه، ما نزودش من استخدام العناصر زي الذهب وكذا الا اللي موجود، وهكذا. مؤتمرات المناخ اللي يعني بتنعقد في العديد من دول العالم، وكان مؤتمر المناخ عندنا في مصر يعني من مده صغيره جدا، هل يعني بتؤتي ثمار في معرفه العالم ويعني تيقنه انه لابد من حمايه موضوع المناخ؟ ايوه، ده كل ده كويس عشان بيعلم الناس، وجزء من الناس هيبقى في مواقع حكوميه هيتاثروا، كل الحاجات العلميه دي كلها بتاثر وتنفع، كويس جدا.